يقول السائل: ما رأيكم في أكل الأجبان الموجودة في الأسواق، حيث إننا نجهل كون الحيوان مذكى زكاة شرعية، وجزاكم الله خيرا؟ الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل من الأجبان وغيرها، إلا ما علم أنه يشتمل على شيء محرم. ما دام لم نعلم الأصل الحل. الصحابة رضي الله عنهم دخلوا بلاد فارس وأكلوا من الأجبان ولم يسألوا عنها. فالأصل في هذا الحل، إلا ما علمت أنه يشتمل على تركيب محرم.